بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد، أحبتي في الله، مريدي الحج والعمرة حجاج بيت الله الكرام، كما ذكرت لكم إني والله لأتشرف بالحديث إليكم يا من اختاركم الله عز وجل لحج بيته الحرام. هذا شرف لا يدانيه شرف، أن يكون العبد من وفد الله عز وجل. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. أحبتي في الله، ها نحن قد شوقنا القلوب في لقاءين سابقين لتلك العبادة الجليلة وهذا الركن من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام، بذكر ما يقرب من 30 فضيلة من فضائل الحج أو أكثر. والمطلوب منك يا مريد الحج المبرور أن تكثر مطالعة هذه الفضائل كي تترسخ في القلب فيسهل عليك استحضارها أثناء أداء المناسك، فتؤديها ذائقا حلاوتها مستحضرا فضلها وثوابها، فيكون صلاح القلب ويكون تغير الحال ويكون احتساب الأجر، وتكون المتعة الروحية واللذة التي لا تدانيها لذة من لذات الدنيا. كنت قد وعدتكم أن نبدأ في هذا اللقاء مع الحاج خطوة خطوة، لكني أريد أن أتكلم في موضوع في غاية الخطورة لابد من الانتباه إليه أيضا قبل أن نفصل في المناسك وما وراء المناسك، وإن شاء الله تعالى سينتظم الحديث فيما بعد هذا اللقاء حول أو يعني هذه الدروس، ربما يكون هذا التقسيم ميسرا لفهمها. نحن نتكلم فيما قبل الحج، ونتكلم إن شاء الله تعالى ما يكون أثناء الحج، ونتكلم إن شاء الله تعالى عما يكون بعد الحج. فإن أردت أن تقسم هذه الدروس إلى أقسام ثلاثة، فالقسم الأول ما يكون قبل الحج، وهذا هو الذي ننشغل به الآن، والقسم الثاني الذي يليه إن شاء الله ما يكون أثناء الحج، والقسم الثالث ما يكون بعد الحج. أحبتي في الله، الحج ركن من أركان الإسلام كما سبق وبينت لكم، وأخطر ما في الأمر أن إسلامك لا يكمل إلا بالإتيان بالحج. إسلامك لا يكمل إلا بالإتيان بالحج. نعم، لو كان هناك أحد معذور فلم يستطع، فالله عز وجل لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، أحب إليه العذر منه سبحانه وتعالى، هو يعذر عباده. ولكن نحن نتكلم في من قدر ولم يخرج ولم يحج، بل صرح بعض الصحابة كعلي وغيره أن من تيسر له الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، عياذا بالله من ذلك. بل في أثر آخر لعمر رضي الله عنه أنه هم أن يضرب عليهم الجزية، وقال ما هم بمسلمين، إذ كيف يستطيع الإنسان الحج ولا يفد إلى الله عز وجل ولا يؤدي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام حتى يكتمل إسلامه. وأخطر ما في الأمر أيضا أن هذا الركن لا يؤدى إلا مرة واحدة في العمر. نحن نصلي في اليوم 5 مرات ونصوم مرة في العام في شهر رمضان، أما الحج فلا يؤدى إلا مرة واحدة في العمر، وهذه أخطر ما في الحج. لماذا؟ لأنك إذا حججت حجة الإسلام
وكان فيها ما فيها من التقصير والتفريط والذنب والمعصية والمخالفة ترفع هكذا، ولا تدري هل سيتيسر لك الحج مرة أخرى أم لا، وحتى وإن تيسر لك الحج هل سيكون الأجل وتكون الصحة ما زالت باقية أم سيختلف الحال. لذلك أريدك أن تتوقف قبل الحج مع نفسك وقفة وتستحضر هذا المعنى المهم، أن الحج ركن من أركان الإسلام ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة. فالحجة الأولى هذه تسمى حجة الإسلام، حجة الفريضة، وما بعدها سيكون حج تطوع ونافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فتطوع أو فهو تطوع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخطر ما في الأمر أنها ترفع هكذا حجة الفريضة، فكيف تريد أن تكون هذه الحجة؟ عبادة تؤديها لله مرة واحدة في حياتك في عمرك. وبعض الناس ربما لا يريد حج النفل، هو يريد أن يحج مرة واحدة ويقول كفاية كذا، إحنا عملنا اللي علينا. طيب عملت اللي عليك، كيف حال هذه الحجة؟ كيف حالها في الإحسان والإتقان؟ كيف حالها في مراقبة الرحمن؟ كيف حالها في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف حالها من ناحية البر وعدمه؟ الأمر يحتاج لإعداد، وإعداد قوي. إن الناس وإذا كان هناك أمر جلل وأمر عظيم جهزوا له أحسن تجهيز واستعدوا له أتم استعداد. يعني بعض الشركات ربما تكون هناك اجتماعات وغرف أعمال مغلقة وغير ذلك بهدف الوصول إلى نتيجة في موضوع مهم أو إلى قرار في موضوع مهم هم مقبلون عليه. أنت مقبل أيها الحاج على أخطر حدث في حياتك على عبادة. أنا لا أقول أن الحج أفضل من الصلاة، لأن جمهور أهل العلم على أن الصلاة أفضل من الحج، وليس الأمر هذا الذي يعني، وإنما أقول أنت مقبل على حدث لن يتكرر في عمرك مرة أخرى، وإنما هو مرة واحدة 6 أيام أو 5 أيام تؤدي فيها نسك وركن من أركان الإسلام. كيف تريد لإسلامك أن يكون، وأن يكون هذا الركن فيه أن على أي حال؟ لذلك أقول قبل الحج لابد من عقد اجتماعات أو غرف عمل مغلقة أو اعتكاف أو خلوة، ما يتيسر لك يعني ما كما يحلو أن تسمي، لكن لابد من حسن الإعداد للحج، لأن حسن النهايات مرتبط بحسن البدايات، التوفيق في النهايات مرتبط بحسن الإعداد في البدايات. لا يسوي الله أبدا بين عبد أسرع إليه وآخر أبطأ عنه، لا يسوي الله عز وجل بين عبد اعتنى بحجه وأخذ يستعد له قبل قدومه بشهر بشهرين بثلاثة، وجعل يقرأ وجعل يتفقه وجعل يتعلم، وبين آخر ذهب مباشرة إلى المناسك هو لا يدري شيئا عما سيفعله، لا عن المناسك ولا عما وراء المناسك من الروحانيات والفضائل التي سنفصلها إن شاء الله تعالى. لذلك أقول الأمر خطير والله، ينبغي أن يهتز له قلبك، أن يضطرب القلب وجلا وخوفا، هل سترد أم ستقبل؟ هل ستغفر ذنوبك أم سترجع بها كما ذهبت أو تزيد؟ هل ستدخل الجنة أم ستحرم منها؟ هل ستكون حقا من وفد الله عز وجل أم ممن أبغضهم فردهم عياذا بالله تعالى؟ الأمر خطير جدا، يعني لا ينبغي أن يتهاون به. ولذلك أسألك في هذا اللقاء فأقول: لماذا ستحج؟ أنت عايز تحج ليه؟ ما هدفك؟ ما نيتك؟ ما غرضك؟ وهذا أيضا بمثابة التجهيز للقلب، ماذا تريد من وراء هذه الحجة؟ ما مقاصدك؟ ما نياتك؟ ما أهدافك؟ وكما ذكرت وكررت، الاحتساب طريق الاكتساب، وما حديثي عن الفضائل في الدرسين الأوليين إلا تغذية لهذا المعنى المهم. ولكن هذا الكلام الذي سأتكلمه إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء من نوع آخر ومكمل ومتمم لموضوع الفضائل، ولكنه من باب تحديد الهدف. الإنسان إذا حدد هدفه في الفعل قبل أن يفعله يسر ذلك له الوصول إلى الهدف ووفر عليه الجهد والوقت. لذلك تساءلت في بعض الدروس فقلت لإخواني: من خرج من بيته لا يدري أين يذهب فأي طريق يسلك؟ حد يجاوب؟
واحد طالع من بيته مش عارف ورايح فين، يمشي فين؟ مش عارف يمشي ليه، يبقى يمشي في اي حته. ده بالظبط ما ده اللي انا عايز اوصل له، يعني واحد مش عارف هو رايح فين فهيمشي في اي طريق هيوصله للحته اللي هو مش عارفها، مش صح كده؟ يبقى اللي طالع من بيته مش عارف هو رايح فين يمشي في اي حته بقى. بالظبط كده. فده نفس المعنى اللي احنا عايزين نوصل له يا جماعه. الانسان اللي رايح يحج ما هوش عارف هو رايح يحج ليه، خدت بالك؟ او حتى على الاقل لا يدري شيئا عن الحج الا معلومات يسيره، بخلاف من جهز يعني او الطلبات التي يريدها من الله عز وجل ومن وراء هذه الحجه. لا يعني انه يكتبها، لا يعني انه يكتبها في ورقه فقط، ولا مانع من ذلك ان يطالع ما ورد في السنه ويكتب هذه المعاني ويدونها ويكررها مره بعد مره لتكون قريبه من قلبه، لا مانع. لذلك لابد من اجابه هذا السؤال، لماذا نحج؟ لعله قد سبق معنا نحج لأن الحج ركن من أركان الإسلام، فريضة من الفرائض. ولله على الناس إيه؟ حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر في بيان أركان الإسلام وحديث عمر رضي الله عنه وحديث جبريل عليه السلام قال وأن تحج وتعتمر، لما بين له الإسلام. فنحن لا نناقش في هذا ولا نجادل في هذا، لكننا نقول هناك مقاصد أخرى وحكم وأهداف وغايات أريد أن أوقفك عليها في هذا اللقاء، كي تحصل حجا مبرورا، وكي تحصل حجا تتغير به بإذن الله تعالى، وتنقلب حياتك رأسا على عقب إلى مراد الله سبحانه وتعالى، وتترك ما كان عندك من المخالفات. أولا نقول نحج لأن الحج تعظيم لشعائر الله وحرماته، الحج تعظيم لشعائر الله وحرماته. قال الله عز وجل بعد ذكر أعمال أو يعني بعد أن ذكر بعض أعمال الحج قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وسماها حرمات وشعائر وحث على تعظيمها، فقال ذلك الآية التالية ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهنا نسأل فنقول ما المراد بالشعائر وما المراد بالحرمات؟ قال ابن الأثير رحمه الله قد تكرر في الحديث ذكر الشعائر، وشعائر الحج آثاره وعلاماته جمع شعيرة، وقيل هو كل ما كان من أعماله كالوقوف بعرفة والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك، المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها، ولذلك سمي المشعر الحرام لأنه معلم للعبادة وموضع. ولذلك في حديث زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، فإنها من شعار الحج، كما سيأتي كيف تستشعر لذة عبادة التلبية وكيف تفهمها بإذن الله تعالى. لكن الشاهد هنا فإنها من شعار الحج. ومن ذلك أيضا إشعار البدن، والبدن الهادي الذي يهدى للبيت الذي يذبحه الحاج أو المعتمر. وما المراد بإشعار البدن؟ إشعار البدن أن يشق أحد جنبتي سنام البدنة حتى يسيل الدم، فهذه علامة تعرف أنها من الهدي، تعرف بها أنها من الهدي، وهي سنة مهجور لا تفعل، يعني يشق أحد جنبتي سنام البدنة حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها من أنها هدي. والمشاعر مواضع المناسك، والمشعر الحرام جبل بآخر مزدلفة اسمه قزح، كما سيأتي إن شاء الله معنا في تفصيل مناسك الحج. فشعائر الله مناسك الحج والمتعبدات التي جعلها الله عز وجل أعلاما لنا، وقد ذكرت كما سمعتم في القرآن كثيرا. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله ومن يعظم في تفسير قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله، قال الشعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم، أشعر به وأعلم. ثم تجد الآية أضافت التقوى إلى القلوب، فإنها من تقوى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وقال ابن كثير ومن يعظم شعائر الله قال أي أوامره، فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك تعظيم الهدايا.
والبدن كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس تعظيمها يعني تعظيم الهدايا، قال استحسانها واستسمانها، يعني ما ينقيش الذبيحة اللي هيذبحها في الحج أو في العمرة أو حتى في الأضحية، أخذ بالك، لا يخرج أشر ما عنده، وإنما من الوسط، والأفضل والمستحب له أن يستسمنها ويستحسنها، وهذا المراد بتعظيم البدن. وقال السعدي رحمه الله: المراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة إيه؟ كمل. من شعائر الله. قال: ومنها الهدايا ما يذبح يعني، والقربان للبيت. وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. ومنها الهدايا، فتعظيمها باستحسانها واستسمانها، وأن تكون مكملة من كل وجه. سبحان الله، أنت ترى بعض الناس في الحج يريد أن يتهرب من حج التمتع، ويختار نوعا آخر من أنواع الحج وذلك هربا من إيه؟ من الذبح، وهو مستطيع، لكن يقول لك: أنا لا أريد أن أحج تمتع، لأن حج التمتع سيذبح هديا وأنا ليس معي مال. وهو نفس الشخص مدخن وبيصرف على السجائر، شوف قد إيه في الشهر وفي السنة وفي الأسبوع. فشوف إنسان يعني هقول إيه، بيستخسر في ربنا وهو مش هي، لا هي لك في الأصل، أنت تقدم هذا لنفسك، بيستخسر في نفسه. وقد تقدم ثواب ذلك في الدرس الماضي، وأن له بكل شعرة إيه حسنة، وأن هذه الدماء من أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذا اليوم اللي هو يوم النحر. فكيف يفعل الإنسان ذلك؟ كيف يمكر هذا المكر؟ أين تعظيم شعائر الله؟ أين إن هذا دليل على ضعف التقوى الموجودة في القلب، ضعف التقوى الموجودة في القلب. وقال الشنقيطي رحمه الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال: هو عام في جميع شعائر الله. وقد نص على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم داخل فيه قطعا، يعني نوع من أنواع الشعائر، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فيدخل في الآية تعظيم البدن واستسمانها واستحسانها، كما قدمنا عن البخاري أنهم كانوا يستسمنون الأضاحي، وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله. وقد صرح أيضا بأن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن يعظم شعائر الله فذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهذا الأمر الآخر، احنا قلنا تعظيم الشعائر والحرمات، تكلمنا عن الشعائر، ثم نقول الآن ما المراد بالحرمات. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية: ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها وحرمه أن يستحلها فهو خير له عند ربه في الآخرة. من يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه، يعني المحظورات التي حظرها عليك الشرع، عدم التطيب، عدم الجماع أو ترك الجماع، ترك الطيب، ترك المخيط ونحو ذلك من المحظورات كما سيأتي، من يترك هذا فإنما هو دليل على ما في قلبه من التقوى، وهو خير له عند ربه في الآخرة. وقال البغوي رحمه الله: ذلك ومن يعظم حرمات الله، أي معاصي الله وما نهي عنه أو ما نهى عنه، وتعظيمها ترك ملابستها، يعني يترك فعل المحرمات. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الآداب التي نذكرها للحج عندما يذهب للحج ويدخل مكة، سنكلمه عن قدر هذه البلدة حتى ينتبه أين هو، لأن معصية هناك ليست كمعصية في غيرها. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، هذا مقصد من مقاصد الحج. ونختم الكلام عنه بكلمة جميلة جدا لابن القيم رحمه الله، إذ يقول: استقامة القلب بشيئين. ده يبين لك أهمية هذا المقصد، استقامة القلب بشيئين، وأنت ما أردت من الحج إلا أن ينصلح قلبك ويستقيم قلبك. قال ابن القيم: استقامة القلب بشيئين، الأول أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحاب، أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحاب، وده اختبار لينا،
يعني لكل إنسان، هل محبة الله مقدمة عندك على كل ما تحب، أم تفضل بعض الأشياء على حب الله عز وجل؟ هل إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر تحب النوم فتنام وتقدم النوم على الإتيان إلى المسجد؟ هل إذا دعا الداعي للحج وأنت مستطيع تفضل شهواتك على أن تذهب لأداء هذه الفريضة؟ استقامة القلب بشيء أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحاب. الثانية، ودي بقى متعلقة بالمسألة بتاعتنا، تعظيم الأمر والنهي. تعظيم الأمر يعني أمر الله ونهيه، فإنه ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه، فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك تعظيم الشعائر والحرمات مقصد عظيم من مقاصد الحج، وهذا المقصد ينبغي أن يكون منك على بال أخي الحاج، فما أمرك الله عز وجل به تكون حريصا أشد الحرص على فعله، وما نهاك عنه وما نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم تكون حريصا على اجتنابه، لا كما يترخص كثير من الناس في غير موضع الرخص، تجده في أداء المناسك يبحث عن الرخص. طب المبيت بمزدلفة واجب ولا مستحب؟ يجي يسأل مثلا العالم يقول له لا ده فيه قولين ده كذا وكذا، يختار الايه الأسهل، وهكذا بقى دواليك في جميع الايه الأمور، يدور دوما على الرخص. وعلى حتى ظهرت بعض الفتاوى التي تقول يجوز الرمي في أيام التشريق ولو قبل الزوال، يجوز الرمي قبل الزوال، فبقت الناس تطلع ترمي بعد طلوع الشمس بعد الفجر، أخد بالك، مع أن الرمي في أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال، لكن ترخص، أخد بالك، كأنه حمل وهو يلقيه عن ظهري، يلا بقى تنفع ما تنفعش، عملنا اللي علينا وخلاص كده كويس. هذا إنسان قلبه خال أو في يعني ضعيف التعظيم لحرمات الله وشعائر الله عز وجل. وكذلك الأمر بالنسبة للمحرمات، الذي يذهب هناك فيدخن، والذي يذهب هناك وبعد الإحرام والله ونحن نرمي الجمار في منى يجلسون على الأرض ويتحدثون ويدخنون الجمارات هنا كده وهم قاعدين بيشربوا سجاير على الأرض. شيخ ياسر عدى على واحد منهم قال له ارمي السجار، مش راضي يرميه، حاضر حاضر، قال له بقول إن شاء الله هترميها وهتبقى آخر سجارة في حياتك، وفضل وراء حد فعلا ما رمى السجارة وطفاه. وده من تعظيم الشعائر، انت في اي هو انت اصلا فين؟ انت في اعظم بقعة على مستوى العالم، مش عايز افصل دي هتيجي لما نتكلم على فضل مكة، فهو وهو هناك لا يفرق بينها وبين غيرها من البلاد، والبعض الذي ربما لا يغض بصره عن الحرمات وعن النساء، هذا ما عظم حرمات الله وشعائر الله سبحانه وتعالى. ثانيا من المقاصد، انت رايح تحج ليه؟ ها؟ إيه هدفك؟ مغفرة الذنوب وتحصيل رضوان الله عز وجل، أن يرجع إلى وطنه كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه. مش عارف المعنى ده، والله معنى جليل جدا، يعني الإنسان لما يقرأه لا يمر هكذا على القلب، يعني رحلة سفرة حوالي أسبوعين أو خليها شهر، يرجع منها الإنسان كيوم ولدته أمه. شوف أنت إيه أعظم معنى ظاهر في الطفل لما تبص له كده أول ما يتولد، ها بتلاحظ ايه؟ صح كده، براءه، تبص في وش الولد تحس بالبراءه، يعني مش باين عليه ولا حقد ولا غل ولا اذن ولا ذنب لا، يعني شوف المعنى الجميل ده، انت عايزينك تحسه لما ترجع ان شاء الله من الحج، وعايزينك تستصحبه انك تريد ان تحصله من هذه الحج، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق راجع كما ولدته امه، كما ولدته أمه. يشوف المعنى الجميل العظيم، والله هذا معنى يضطرب له القلب، لا بد أن تكثر من أن تحدث نفسك بهذا المعنى أثناء تأدية المناسك وأثناء القيام بهذه السفرة وهذه الرحلة العظيم. لذلك من أهدافك ومن مقاصدك من الحج أن تغفر ذنوبك، أن تحصل رضا الله سبحانه وتعالى. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وهذا تكلمنا عنه بتفصيل، ولكن أنت تحتاج هنا أن تقرأ عن أثر الذنب. وإذا كان الحجر الأسود كان أشد بياضا من الثلج أو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا مين؟ بني آدم. فإذا كانت الذنوب هذا فعلها في الأحجار، فكيف فعلها في القلوب؟ إذا كانت الذنوب قد سودت الحجر
فكيف تفعل في القلب؟ ولذلك إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء عياذا بالله تعالى، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإلا زادت والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا هو الران، كل ذنب نكتة سوداء، نكتة سوداء حتى يسود القلب عياذا بالله من ذلك. فأنت عندما تقرأ عن خطر الذنوب وضرر الذنوب تنبعث في قلبك هذه النية. عشان كده كتير من الناس يقول لي أنا عايز النوايا دي أحصلها إزاي، أنا نفسي فعلا أن ربنا يغفر لي ذنوبي، ونفسي أن أحصل رضوان ربنا، ونفسي ونفسي. أقول له أصلا النية دي عمل قلبي، مش موضوع اللي أنت تجيب ورقة وتكتب فيها أنا أهدافي من الحج 1 2 3 10 حطها في جيبي وكده حصلتها. أنا عايز قلبك ينبعث لإرادة هذه النية، عايز قلبك يتشوق ويتشوف لتحصيل هذا الهدف وهذا المقصد. كيف؟ بأن أنت تقرأ عن ضرر الذنب وخطر. عشان كده قلت لك هنعمل غرفة مغلقة قبل الحج للاستعداد للحج، للتجهز قبل الحج. هتقرأ فيها عن ضرر الذنب، هتقرأ فيها عن نعيم الجنة، هتقرأ فيها عن عذاب النار، هتقرأ فيها عن الاشتياق إلى الله عز وجل، وسائر المعاني القلبية مجتمعة تحت هذا المعنى. ليه؟ عشان الإنسان لما يبقى فاهم ضرر الذنوب هيبقى خايف من الأثر بتاعها، هيبقى رايح وكله رجاء في الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من ذنوب. لما يبقى إنسان فاهم يعني إيه جنة هيبقى رايح وعارف أن الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، فيرغب في الجنة ويشتاق إلى الجنة، فيحرص على الطاعة ويترك المعصية. وكذلك الأمر بالنسبة للنار، وكذلك الأمر بالنسبة للشوق إلى الله سبحانه وتعالى والحب له سبحانه، يؤدي العبادة وهو متذوقا لحلاوتها ولذتها، وليس كأنها حمل ثقيل يريد أن ينتهي منه فحسب. أقول لك الموضوع محتاج تجهيز، الموضوع محتاج تعب، واللي هيجهز وهيتعب ربنا هيديله. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش أكثر. فما تستكترش على الحجة بتاعتك اللي انت تجهز لها، اللي انت تقرأ لها، اللي انت تاخد لها أجازة من شغلك أسبوع أسبوعين أو ما يتيسر لك، وتجلس وتتعلم وتسمع وتقرأ. الأمر ليس يعني كأي أمر، وإنما أمر يحتاج لتجهز كما سيأتي فيما قبل الحج أيضا. وهذا من مما يقرأ عنه أيضا، اللي تقرأ عن فضائل الحج، تقرأ عن مقاصد الحج حتى تستحضر ذلك كله في قلبك. إذن من المقاصد ومن الأهداف، من أهدافك في هذه الحجة مغفرة الذنوب وتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. من المقاصد أيضا تحصيل ثواب مضاعفة الصلوات في الحرم أو في الحرمين، تحصيل ثواب مضاعفة الصلوات في الحرم. صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 ألف فيما سواه. صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 ألف فيما سواه، وده ثواب عظيم. يعني اللي يصلي يوم واحد في الحرم 5 صلوات يبقى أفضل من كم صلاة؟ 500 صلاة. أنت بتضيع يعني ببساطة كده 500 ألف أفضل من 500 ألف صلاة. خدت بالك؟ كانت أفضل من 500 ألف صلاة. يعني هحسب لك بقى الحسبة الشيخ جابها، فتكون أفضل من الصلاة في 281 سنة و6 أشهر. 281 سنة و6 شهور. ليه؟ لأن المصلي إذا صلى 5 صلوات كان ذلك عدد الصلوات في اليوم، فيكون ب100 ألف يوم. تقسيم 355 يوما، عدد أيام السنة القمرية 355 يوم، فيكون الناتج عدد السنين. يبقى عندك 100 ألف يوم على 355 يوم، يطلع لك 281 سنة و6 أشهر تقريبا. 281 سنة و6 أشهر. 281 سنة ده إيه؟ دي صلاة إيه؟ يوم واحد في الحرم. ايه ده احنا قاعدين نعمل ايه هنا؟ ها قاعدين نعمل ايه يا حاج؟ مفيش. ادعي. هو انت دعيت وما جاتش؟ بعض الناس بخل على نفسها، يعني تيجي تقول له في رمضان اللي فات انت دعيت ان ربنا ييسر لك الحج، يقول لك من ايه؟ هو انت يعني شوف المعاني. طب انت دعيت ان ربنا يطلعك عمره؟ معيش، خلاص خليك قاعد. خدت بالك؟ لأن الناس بتعلقت بالأسباب، معيش فلوس ومعيش حطلة، خليك قاعد. والله عز وجل عند إيه؟ ظن عبده به.
واحد في رمضان قاعد يفكر، وطبعا كل الخير ده بفضل الله تعالى تحصله بايه؟ وهتجيب الدعاء منين؟ وهتجيب النية منين؟ هتجيب ده منين برضه؟ العلم. ما هو اصلا جاهل، هو مفكر ان انا معيش فلوس يبقى عمري ما هطلع ولا هشوفها. يتقال له ايه؟ اقعد خليك عنك ما طلعت. خدت بالك؟ اللسان حال من يسمعه يقول ذلك يرد عليه بهذا، لكن لو هو عالم وفاهم ان الله عز وجل لا يعجزه شيء، واذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، فيطمع في رحمه الله سبحانه وتعالى ويدعو، فان لم تاتي فله ثواب الدعاء وله ثواب هذه النيه. صح ولا مش صح؟ ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا قدما الا كانوا ايه؟ معكم. هم كانوا في المدينه بيقول لهم معكم، يبقى كانك معهم في الحج. يبقى ليه تحرم نفسك؟ بسبب ان انت بتقراش وبتحضرش دروس وتعلمش، فبتضيع على نفسك خير كتير جدا. صلاه واحده، يوم واحد صلاه في الحرم، يوم واحد صلاه في الحرم بصلاه 281 سنه. انظر لهذا الفضل العظيم. واقول لك بعد ذلك ولا تغتر، ولا تغتر. ولكن لو سالنا فقلنا ايهما افضل، الطواف والاكثار منه ام صلاه النوافل؟ يعني انت عرفت ان الفريضه ثوابها كذا، والنافله ايضا ابشر، كما رجح الامام النووي في شرح مسلم ان المضاعفه هذه ليست للفرائض فقط، وانما ايضا النوافل تضاعف. وبعض العلماء قال وليست نوافل الصلاه حسب بل سائر نوافل العبادات. يعني اللي يقرا جزء قران في الحرم مش زي ما يقراه هنا في مسجد الرحم، اللي يصلي ركعتين هناك مش زي ما يصلي ركعتين هنا، اللي يتصدق، ودي قلناها قبل كده. لكن ايهما افضل، الطواف بالبيت والاكثار منه ام الاكثار من الصلاه؟ جمهور العلماء على ان الطواف ايه؟ افضل. جمهور العلماء على ان الطواف بالبيت افضل من الصلاه بالمسجد الحرام كما ذكر شيخ الاسلام في الفتاوى. ولكن نحن نقول لا تعارض. انت عندك خمس صلوات في اليوم، بتروح الحرم خمس مرات، كل صلاه بطواف. يعني كل ما تخش تصلي صلاه طف سبعه اشواط وصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم او في اي مكان من الحرم لتحصل ثواب عتق رقبه، وكل قدم ترفعها بحسنه، وكل قدم تضعها تحط عنك خطيئه. لا تعارض، ولكن لا تؤذي المسلمين. ربما هناك من يريد الحج، استغفر الله، من يريد العمره فتؤذيه بالزحام، تريد انت ان تفعل شيئا مستحب وهو يريد ان يحصل النسك فتشتد عليه. لكن الحرم ادوار، ممكن تطوف من فوق، تطوف في وقت ليس فيه زحام ونحو ذلك، حتى تحصل المصلحه بغير ان تحصل شيئا من الاثم. ولذلك قدم الله عز وجل الطواف في الايه طهر بيتي للايه؟ للطائفين. خدت بالك؟ وذكر بعد ذلك اقامه الصلاه ومقيم الصلاه، وهذا من الأدلة التي استدلوا بها. لكن صلي ما استطعت في غير أوقات النهي، وأكثر أيضا من الطواف ما استطعت، ثلاث مرات في اليوم تطوف لا مانع. وهذا المسجد الذي تصلي فيه، المسجد الحرام، هو أول مسجد وضع في الأرض، ها؟ ونسبه الله إلى نفسه فقال وطهر بيتي، ها؟ والناس في غير المسجد الحرام هم الذين يحددون مكان المساجد، عايزين نبني مسجد، انت تقول عايز الشارع ده، لا في الشارع ده. اما هذا المسجد فالذي اختار مكانه من؟ الله. واذ بوأنا بينا واظهرنا لابراهيم مكان الايه؟ مكان البيت، فامره الله ان يبني له بيتا في هذا المكان. فله قدر عظيم، ان اول بيت وضع للناس له شرف وله قدر، الى الذي ببكه، وبكه من اسماء مكه كما سنبين ان شاء الله تعالى في قدر مكه. فيه ايات بينات، اي دلالات ظاهره وبراهين قاطعات على ان الله عظمه وشرفه، منها ايه؟ مقام ابراهيم. يعني من الايات البينات التي في مقام ابراهيم، لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد والجدران، فكان يقف عليه ويناوله من ولده إسماعيل، وكان أثر قدميه عليه، وإلى الآن موجود. الصخرة التي كان يقف عليها إبراهيم موجودة، اللي هي بجوار الكعبة خلف الباب بمسافة، وحولها سور من النحاس والزجاج. إذا أردت أن تنظر لا مانع، لكن لا تتمسح ولا تتبرك، تنظر تجد الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم وإبراهيم عليه السلام. وكان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة، لأنه كان بوقف عليه وإيه؟ ويبني.
فأخره عمر في خلافته إلى ناحية الشرق. ليه؟ بحيث يتمكن الطائفون بالصلاة خلفه ولا يشوشون على الطائفين بالبيت أثناء الصلاة، لأن ما يبقى ملصق بالبيت يبقى اللي بيطوف الناس عايزة تصلي خلف المقام، فهيسدوا الطريق على مين؟ على الطائفين. ولذلك أخره عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن الآيات البينات الحجر الأسود، الحجر الأسود وزمزم والمشاعر كلها، فكل ذلك من الآيات البينات في ذلك المكان. ومن دخله كان آمنا، ثم قال ولله على الناس حج البيت. وأثنى الله عز وجل على هذا البيت في القرآن كثيرا من دعاء إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا، وقال: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. كل هذا يبين قدر وشأن وعظم هذا البيت. رابعا من المقاصد أيضا ذكر الله تعالى في الأيام المعلومات، ذكر الله تعالى في الأيام المعلومات، وهي عشر ذي الحجة وأيام التشريق، هذه من جملة المنافع للحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليه؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. انظر لقوله تعالى ويذكروا اسم الله، يعني من المنافع الدينية كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، عطفه على المنافع من باب عطف الخاص على العام، يعني عطف الذكر على المنافع. ويذكر اسم الله يعني هذه أيضا من المنافع الدينية. فالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والدعاء على الصفا والمروة والوقوف بعرفات ومزدلفة ورمي الجمار، كل ذلك من ذكر الله. ولهذا روي: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إسناده صحيح رواه أحمد في المسند، لإقامة ذكر الله. يبقى هذا المعنى ينبغي أن تلتفت إليه وتنتبه إليه، أنك تذكر الله عز وجل، وليس الذكر مجرد إجراء المذكور على اللسان، وإنما الذكر في الأصل ذكر القلب ثم يتبعه بعد ذكر اللسان. ولا تغفل عن قدر وشرف هذه الأيام، اللي هي أيام الإيه؟ عشر ذي الحجة. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا، يعني شوف حتى العلماء قارنوا بينها وبين العشر الأواخر من رمضان، وخلص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن أيام ذي الحجة أفضل في النهار، والعشر الأواخر من رمضان أفضل ليلا لأن فيها ليلة القدر، وأيام ذي الحجة أفضل لأن فيها الأيام العظيمة الشرف والقدر كيوم عرفة ويوم النحر وتقع فيها المناسك. يبقى أنت في أفضل أيام الدنيا وفي أفضل مكان على ظهر الأرض، يبقى حالك يبقى شكله إيه؟ أحب بلاد الله إلى الله اللي هي إيه؟ مكة. وأفضل أيام الدنيا اللي هي إيه؟ أيام ذي الحجة. يبقى أنت حالك يبقى إيه؟ ما تبقى في أفضل مكان وفي أفضل أيام، يبقى المفروض يبقى عندك أفضل عمل، يبقى معاك أفضل عبادة، يبقى في أعلى درجة اجتهاد تقدر توصل لها في حياتك. كلامي سليم ولا أنا مبالغ؟ أعلى درجة اجتهاد، لأن أنت في أفضل مكان، عمرك ما هتلاقي المكان ده في بلدكو، خدت بالك؟ وفي أفضل أيام في الدنيا هتحصلها في بلدكو بعد كده، بس مش فين؟ مش في الحرب، مش في مكة. يبقى لما تبقى في مكة وفي أفضل أيام يبقى أفضل شغل، هو ده اللي احنا عايزين نوصلك ليه، وانتبه معايا. افضل عباده تأديها خشوع قلب، في سكينه، في وقار، في مراقبه، في احسان، في اخلاص لله عز وجل، في استغلال وقت، في ترك محرمات والذنوب، في الاجتهاد في العباده والاكثار منها واحسانها وغير ذلك وحضور القلب فيها، افضل ذلك انما ينبغي ان يكون في مثل هذه الاماكن وفي مثل هذه الرحله. ولا مانع أيضا من الإكثار من ذكر الله عز وجل وتكبيره وتحميده وتهليله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والاستغفار إلى غير ذلك. خامسا من المقاصد: هتحج ليه؟ مسافر ليه؟ مكلف نفسك وتعبان ليه؟ ها، خمسة من أهدافك بقى من الحج: دخول الجنة والنجاة من النار، وهذه من أعظم منافع الحج. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الإيه؟ الجنة.
وإذا أدخلت الجنة وإذا دخلت الجنة فقد فزت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأنت تذهب هناك لتؤدي المناسك تذكرك بعض الأماكن بالجنة، زي حجر الأسود، قال صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة. يعني أنا قلتها في المرة اللي فاتت، الناس بتيجي عندنا في الأقصر وأسوان يعملوا إيه؟ قولوا، بيشوفوا إيه؟ حجارة صح كده، بتاعت مين؟ بتاعت كفرة أصنام، هم اللي إيه؟ ويقفوا كده مبهورين كده على طول الصنم وقد البغل كده كبير، وكفر وأصنام لكفر وأصنام آلهة، أعوذ بالله من الشرك. انت بقى شوف انت المعنى ده، وبييجوا من اماكن ايه، من كل فج عميق، عشان يشوفوا شويه اصنام ويصوروها ويقفوا جنبها وصوره من هنا ولقطه من هنا وراحوا ايه ساحوا ورجعوا. هات بالك انت بقى فين المعنى ده لما تستحضر. ما فيش طبعا وجه للمقارنه، في مكان على وجه الارض في حته من الجنه، تعمل ايه؟ حاجه فعلا كده الانسان لما يقعد يفكر فيها معنى في غاية الجلال والعظمة. ولذلك عندما تذهب فتمس الحجر أو تستلم أو تقبله أو تسجد عليه، هذا يذكرك بموطنك الأول، ولعلك إن من الله عز وجل عليك بذلك ورأيت جزءا من الجنة ولمسته وقبلت ألا تحرم من دخول الجنة بإذن الله، لأن الحجر يشهد يوم القيامة لمن مسه أو استلمه بحق كما ذكرنا في الدرس الماضي. لذلك يذكرك مس الحجر بالجنة. وكذلك الركن اليماني الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ياقوت من يواقيت الجنة، فهذا أمر وهذه هذا المقصد لا ينبغي أن تغفل عنه، وتكثر من سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن يا أخ العرب، أن تكثر من سؤال الله الجنة وأن تستعيذ به من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإيه وقنا عذاب النار. أيضا من المقاصد من ضمن أهدافك التي تريد أن تحققها السلامة من الفقر، وهذا يتحقق بالمتابعة بين الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، يعني يزيلان الفقر، كما قال المبارك فوري رحمه الله ينفيان الفقر أي يزيلانه، وهو يحتمل أن يكون المراد به الفقر الظاهر بحصول غنى اليد، يعني واحد فقير يطلع يحج أو يعمل عمرة يرجع إيه ربنا يغنيه يبقى معاه فلوس، مع أن الناس يقول لك يا عم ده هيصرف، المنافقين بقى والمجرمين والعياذ بالله يقول لك ده بيضعفوا اقتصاد البلد ويروحوا يصرفوا لهم كام ألف في مكة، ويعني بيودوا فلوسنا لدولة تانية، ودي السبب الرئيسي لتدهور الاقتصاد المصري. فاحنا عايزين نعمل حد لموضوع العمره ده، عشان ما ايه مش كل شويه رايحين لعمره رايحين لعمره، والعياذ بالله تعالى، وانت باين وظاهر التجديد ورفع الاسعار وغيره، لعل هذا والعياذ بالله تعالى هو فعلا السبب لما نحن فيه من محق البركه. يعني شوف اسعار المطعومات، حتى شوف الخضار دلوقتي الاسعار ايه، يا رب سل نسأل الله العفو، 9 جنيه، يعني جنيه ونص ولا بجنيه وربع توصل 9 جنيه، ولسه وبعض الناس والله أغلق المحل بسبب أنه لا يستطيع أن يشتري هذه الأطعمة. فلو أن أهل القرى أمنوا واتقوا مش بقى هنشدد عليهم، مش هنضيق عليهم، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. هؤلاء الذين يكذبون بوعد الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول ينفيان الفقر والذنوب، وهم يقولوا ده هيضعفوا الاقتصاد. طب ما اللي بييجوا سياحة واللي بيطلعوا سياحة بيضعفوش الاقتصاد ليه؟ اللي بيشربوا الخمور ما يضعفوش الاقتصاد ليه؟ الملايين اللي تنفق على لعب الكورة، ها؟ والملايين اللي بتنفق على التدخين، ليه شركات التدخين مفتوحة إلى الآن؟ أنت تغش الناس، يعني عامل علبة جبنة مكتوب عليها تؤدي إلى الموت وتبيعها في وسط الناس، لو أنت رحت السوبر ماركت ولقيت علبة جبنة مكتوب عليها تؤدي إلى الموت هتعمل إيه؟ تولع فيها وفي الراجل نفسه اللي بيبيعها، إيه اللي أنت بتبيع للناس؟ ده أنت مش هتقول، ده أنت مش هتشوف تؤدي إلى الهلاك، ده لو لقيت بس التاريخ بتاع الإيه الصلاحية منتهي بقاله يوم أو يومين أو أسبوع هتعمل الراجل قضية. طب علبة السجاير ما عليهاش أصلا ولا تاريخ إنتاج ولا صلاحية، لأنها من أول ما أنتجت وهي فاسدة، وكاتب لك عليها تؤدي إلى تسبب الوفاة
أين عقول الناس؟ يعني بيقول لك السلعة دي تسبب الوفاة، إزاي تأكلها؟ خدت بالك؟ وهما بقى كأولياء أو كمسؤولين، مش هنقول أولياء ما يستحقوش المعنى ده، إزاي هو أصلا يفتح الشركات دي ويشغل فيها ناس ويعمل السلع وينزلها يبيعها للناس ويكتب لهم تسبب الوفاة؟ إيه ده؟ إيه اللي إحنا فيه ده؟ يعني الجهل اللي إحنا فيه والغباء اللي إحنا فيه ده هنفضل كده لإمتى؟ التخلف اللي إحنا فيه ده والإفساد في الأرض ده هيفضل معانا لإمتى؟ حتى يعمنا الله عز وجل بعذاب. إحنا محتاج إن إحنا نفيق مما نحن فيه من الغفلة، نتوب ونرجع إلى الله عز وجل. لذلك إذا تابعت بين الحج والعمرة كن على يقين أن الله عز وجل سيغنيك. هتقول لي طب أنا رحت وما اتغنيتش، أنت بتقول، أقول لك ما هو في نوع تاني من الغنى اللي هو غنى الباطن، غنى القلب. لذلك العلماء يفسرون ينفيان الفقر والذنوب على تفسيرين، ينفيان الفقر الظاهر بحصول غنى اليد، أو الفقر الباطن بحصول غنى القلب، وهذا والله أعظم. ليه؟ لأن لو حصل غنى القلب حيكفيك في غنى اليد. ها؟ ما هي بقول لك أهو، لو حصل غنى القلب سيكفيك في غنى اليد، لأنك تستغني به سبحانه، ومن استغنى بالله فهو الغني، ومن استغنى بغيره فهو فقير، كما ذكر ابن القيم كل ما استغنيت به سوى الله فأنت فقير إليه. واحد مستغني بماله، وده مستغني بعشيرته، وده بعزوته وأولاده، وده هو بقى فقير للحاجات دي، بخلاف من استغنى بالله سبحانه وتعالى فهو الغني. يعني يرى هذه الألاف وتلك الملايين يراها لا شيء، لأنه يتفكر في غنى ربه سبحانه وتعالى، وأنه الذي من عليه بها، ولو شاء لحرمه ومنع، فلا تؤثر فيه وفي إيمانه، وإنما هو يوظفها لطاعة الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا غنى القلب وغنى اليد. من المقاصد أيضا التي نريدها من الحج، أو التي تحصلها من الحج، التذلل لله سبحانه والخضوع له. وذلك لأن الحاج والمعتمر يرفض أسباب الترف والتزين والتطيب، يلبس ثياب الإحرام مظهرا فقره لربه، متجردا عن كل ما يشغله ويصرفه عن مولاه، فيتعرض بذلك لمغفرته سبحانه. ثم تجده يقف في عرفات متضرعا متذللا حامدا شاكرا لربه، مستغفرا لذنوبه وعثراته، سائلا ربه ما يحتاجه في دنياه وأخراه. وأما في طوافه بالبيت العتيق فيكون لائذا بالله، ملتجئا إليه من ذنوبه ومن هوى نفسه والشيطان ووساوسه. والمعنى ده مهم جدا، وسيأتي له تفصيل عندما نتكلم عن المناسك خطوة خطوة. عندما نلبس الإحرام، عايز أقول لك في حاجات في الإسلام كده، يعني بعض الناس ربما يأنف مثلا من بعض الأمور وبعض العبادات. تيجي تقول له مثلا بتحضرش درس ليه؟ يقول لك ايه درس ايه؟ اقعد انا كده، وواحد يقعد يتكلم كده ويألف وبتاعه ومش راضي. يقوم الإسلام بقى يجيبه من قفاه ويقعده لخطبة الجمعة غصب عنه، مش ترضيش هتسمع، خدت بالك؟ ويؤمر فاسعوا إلى ذكر الله، استماع الخطبة واجب، خدت بالك؟ نفس الكلام، هو البدلة بتاعته بيجيبها من باريس، ومش عارف القميص بيجيبه منين، ومش عارف ايه بيجيبه منين. في الحج بقى ايه؟ اخلع كل ده، هيتخلع، تلبس ايه؟ هيلبس ايه؟ هيجيبه منين الاحرام؟ استورده منين؟ خدت بالك؟ احرام الملك زي احرام مين؟ زي احرام الغفير، الوزير زي الغفير، كله ايه؟ واحد، وكله لبس واحد. مفيش بقى واحد يجيب لي احرام حرير ويلبسه، ما ينفعش، حرام. طيب يفضل بقى يتفنن انه يجيب اغلى هات من بره برضو ايه؟ ابيض، والتاني كله زي بعضه. خدت بالك؟ مش هيبقى الا بقى ما كان من تحيز عن الناس وبعد عن الناس وانف وكبر والعياذ بالله تعالى، هؤلاء ما فهموا معاني الحج. كن مع الناس ثم افيضوا من ايه؟ من حيث افاض الناس. التواضع والانكسار لله سبحانه وتعالى، اظهار التذلل والخضوع لله عز وجل، وهذه حقيقه العباده. لان احنا حافظين ان العباده ايه؟ غايه الايه؟ الذل وغايه الحب. فالحج من العبادات التي يظهر فيها غاية التذلل والخضوع لله عز وجل. ثامنا، ثمانية، من مقاصدك من الحج أداء الشكر لله تعالى، أداء الشكر. فإن العبد بحجه يؤدي بعض الشكر لسلامة البدن، يعني هذا البدن الذي وهبك الله نعمة،
فأنت تشكر الله عز وجل على نعمة البدن باستعماله في طاعة الله عز وجل، وتتذكر أنه سلمك من الموانع التي تحول بينك وبين الحج، ويسر لك أن تحج، واختارك من بين هذه الآلاف والملايين. تلاقي القرعة مثلا أو غيرها، كم واحد بيطلعوا من مصر عدد كذا، طب والباقي ما جات لهمش؟ بعض هؤلاء المشتاقين يتذكر هذا المعنى، أنه اصطفاه الله عز وجل واختاره من هؤلاء ليحج بيته الحرام. ذلك بعض السلف كان نائما عند الحرم وعند الكعبة مهموما، ليه؟ لأنه حج 60 حجة ولا يدري أقبل منه أم لا، فرأى في المنام هاتفا يقول له: أو تدخل بيتك إلا من تحب، أو تدخل بيتك إلا من تحب. يعني الهاتف ده قال له إيه؟ هو أنت بتدخل حد بيتك ما بتحبوش؟ فكأنه إشارة له أن الله عز وجل قابل منك. ونحن كما ذكرنا وكررنا لا تبنى الأحكام على المنامات، لكنها لا مانع من الاستئناس بالرؤية الصالحة التي تكون من المبشرات للعبد الصالح. لذلك نقول شكر النعمة، استحضار أن الله اصطفاك واختارك من بين هؤلاء ويسر لك السفر والمجيء لأداء هذه النعمة. شكر نعمة الفراغ، شكر نعمة الحياة، شكر نعمة القوة والشباب. هذه النعم من أعظم ما يتمتع به الإنسان من نعم الدنيا، لأن الإنسان بهذه النعم يجهد نفسه، بهذه العبادة يجهد نفسه وينفق ماله ويشغل وقته، وكل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وشكر النعمة سبب لثباتها وزيادتها: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكما قال العلماء: الشكر صيد الموجود وقيد الموجود وصيد المفقود. الشكر قيد الموجود، يبقى الشكر كالقيد الذي تثبت به النعمة، وصيد المفقود أنك بالشكر يعطيك الله عز وجل المزيد. الشكر قيد الموجود وصيد المفقود، وهذا من المعاني الحسنة. أيضا من المقاصد تذكر الآخرة، ده رقم كام؟ 9. تذكر الآخرة، الحج يذكر المسلم بالآخرة والانتقال إلى الآخرة، وده هنفصل فيه إن شاء الله. احنا بنتكلم ما قبل الحج وخروج الحج من بيته يؤم البيت الحرام. نقول هنا باختصار: إذا تجرد الحاج من ثيابه ولبس الإحرام الذي يشبه الأكفان، ورأى بأن الرئيس والمرؤوس والملك والوزير والغني والفقير والعربي والأعجمي والأسود والأبيض والصغير والكبير كلهم لباسهم واحد لا فرق بينهم في ذلك، هذا يذكر بخروج الإنسان من الدنيا لا يحمل معه إلا هذه الأكفان التي تبلى سريعا. قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذا المعنى وضحه النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن الميت يتبعه كم؟ 3: أهله وماله وعمله. يرجع 2 ويبقى 1، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. فاستحضر أخي الحاج أن ما تفعله من عبادات وما تجتهد فيه من طاعة الله عز وجل سيكون معك في قبرك، فأبشر، فاجتهد لتخرج أحسن ما عندك في طاعة الله عز وجل. ثم أيضا 11: الحج يذكر بيوم القيامة. الحج يذكر بيوم القيامة، لأن الحاج إذا رأى جموع الحجاج قد جاءوا من كل فج عميق ومن كل طريق بعيد، واجتمعوا للطواف بالبيت العتيق، وانصرفوا من اجتماعهم بعد الصلوات، هذا الاجتماع يذكره باجتماع يوم القيامة والانصراف من يوم القيامة. وهذه والله هذه التأملات تدل على أهمية صلاح القلب وامتلاء القلب بهم الآخرة، أن يكون له في كل موقف من المواقف التي تمر به تذكرة. يعني وأنت تجلس في الحرم مثلا، حتى لو كنت مثلا في دور العلو مثلا على السطح، تنظر للآلاف المؤلفة من الناس، في ناس كتير بتقف تتفرج من فوق، بس حسب نية الواحد بيتفرج ليه. بعضهم ربما يستحضر هذا المعنى، أن هذه الأعداد تذكره بيوم الحشر، العدد المهول هذا يذكره بيوم، لأنه أكبر عدد تشوفه في حياته في الغالب. ثم انصرافهم يذكرهم أيضا بانصرافهم من بين يدي الله عز وجل وانقضاء يوم القيامة وانقضاء الحساب.
قال الله عز وجل: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكذا زحام الناس في الدخول من الأبواب، وهذا كله يذكر بيوم القيامة. اجتماع الناس في صعيد عرفة بلباس واحد، ده بقى أكتر، لأن في صعيد عرفة كله بملابس الإحرام أعداد مهولة، هذا يذكر العبد أيضا بيوم القيامة. ولا ينفع الإنسان إلا ما قدم، كذلك الأمر بالنسبة للحج. فإذا رأى العبد هذه الجموع الغفيرة ذكره هذا بهذا اليوم العظيم، فلان قلبه واستعد للقاء الله عز وجل. أيضا من المقاصد التي نريدها من الحج امتثال أمر الله عز وجل، وإجابة أمره لإبراهيم بالدعوة إليه لما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله لإبراهيم: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فإيه؟ فحجوا. والحديث رواه مسلم. من المقاصد أيضا حسن الصلة بالله تعالى والتقرب إليه ومفارقة الأهل والأوطان والعشيرة لأداء الحج. احتسب هذا، لعل هذا كله مما يصحح النية، أنك تترك أهلك وتترك وطنك وتترك عشيرتك، كل ذلك لأداء هذه الفريضة وزيارة البيت العتيق. وهذا فيه فوائد عظيمة ومنافع كثيرة لا تحيط بها العبارة، لأنه في هذه العبادة يركب الأخطار ويقطع الطرق الطويلة ويشق الأجواء، يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه سبحانه، فما أحراه بالثواب الجزيل والأجر العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. وأنا عايز أقول يعني لعل هذا المعنى لا يكون واضحا في هذه الأيام، ولكنه كان واضحا جدا في الحج قديما. وقد ذكرت لكم قصة الحج عثمان اللي خد قد إيه عشان يحج عشان يوصل للكعبة؟ سنتين. فهذا المعنى ربما كان واضحا أكثر في الحج في الزمن القديم. ومن يطالع الرحلات المصورة للحجيج وهم يمططون الجمال الإبل، تبص كده على الناس تقول: يا الجمل اللي ماشي ده، انتوا عارفين طريق خطوة الجمل، تبالك لما يطلع بقى من مصر على ما يوصل مكة هياخد له قد ايه؟ سنة مثلا، أو مثلا أول السنة عشان يوصل، يعني هو يطلع من شهر المحرم عشان يحج، خدت بالك؟ ياخد له مثلا ايه 10 شهور 11 شهر، أنا مش عارف المسافة بالضبط، عندك علم يا شيخ؟ زي العربيات كده؟ ومثلا يخلص حج يرجع لأهله والحج التاني يكون ايه؟ يكون داخل. طب أنا عايز أسأل سؤال بقى للإخوة اللي شايفيني والناس اللي هتسمعني إن شاء الله، لو الحج بنفس الطريقة دلوقت كم واحد هيروح؟ يا ده بتقول لواحد الحج يقول لك هقعد شهر كامل، يقول لك هاخد اجازه من الشغل شهر عشان اروح احج. تشوف ناس ايه الشوق بقى اللي كان في قلوب الناس زمان، واخبار الشوق في قلوب الناس دلوقت، ان واحد يطلع سنه، خدت بالك، او اكتر، او سنتين او ثلاثه عشان يحج 6 ايام او 5 ايام ويرجع تاني. شوف الحب في قلوبهم كان عامل ازاي، وشوف الدنيا عملت في قلوب الناس دلوقت ايه. الله المستعان. باستحضار أنك تقوي صلتك بالله سبحانه وتعالى، من أجل ذلك تضحي بأهلك بوطنك ببلدك براحتك من أجل رضاه سبحانه وتعالى. ولعل من المنافع أيضا التي تحصل إجمالا نقول: ليشهدوا منافع لهم، يدخل فيها أيضا المنافع الدنيوية المباحة من التجارات وغير ذلك من البيع والشراء. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن إيه؟ أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني بقى فضلا من ربكم؟ قال ابن عباس: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم. يعني في المواسم حج يعني والعمرة، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج، يعني في مواسم الحج، يعني يجوز للإنسان أن يذهب ليحج، ومع الحج ماذا يفعل؟ يتاجر، يعمل. لكن الأفضل ألا يفعل. ليه؟ لأنه ينقص من أجره. لا يستوي عبد ذهب ليحج فقط وآخر ذهب ليحج ويتجر،
ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده، وذكر ذلك العلماء أو كافة العلماء في تفسيرهم للآية وبيان المراد بهذه المنافع ليشهدوا منافع لهم. فله أن يحج ومع ذلك يتجر، ولكن الأفضل أن يذهب للحج فقط، وأن تكون نيته خالصة فقط لله عز وجل ولطلب مرضاته سبحانه وتعالى. ومن المنافع أيضا ما يكون من المنافع من منافع البدن والهدي الذي يذبح، يحصل للحجيج ويحصل لأهل مكة أيضا وغيرهم، والكل ينتفع بذلك من فضل الله عز وجل. أيضا من المنافع اتصال المسلمين بعضهم ببعض وتعاونهم على مصالحهم. يعني انت شوف الناس دلوقتي عشان يعملوا مثلا مؤتمر قمة أو يعملوا اجتماع يقعدوا يبعثوا دعوات للناس عشان تيجي، ممكن يجي نصهم يجي ربعهم ما يجيش إلا 2-3. هتبالك أنا عايزك تتفكر كده، الثلاثة مليون دول اللي جوم مين اللي بعت لهم الدعوة ومين اللي بينظمهم؟ يعني عشان أكبر اجتماع على مستوى العالم، أكبر تجمع في الحرم، تخيل كده لما بيجوا يرتبوا حتى مباراة كرة قدم بيبقوا في غاية القلق، لأن خايفين الناس تعمل أي حاجة، جاي مثلا مليون بتاع مش عارف إيه وعدد بسيط، وشوف بيجيبوا فرق تجهيز من دولة إيه وفرق مش عارف إيه منين، الحجاج بقى مين اللي بينظمهم؟ حتى وإن كانت هناك نوع من التنظيمات التي تقوم بها بعض الحكومات، لكن ليس بهذه الصورة. يعني دخولهم في الحرم للصلاة وخروجهم من الحرم 5 مرات في اليوم، ده مش محتاج تنظيم، رحمة الله عز وجل. ثم أيضا اتصال المسلمين بعضهم ببعض، اجتماع هذا العدد المهول الكبير المفروض عليهم والمنبغي لهم أن يتشاوروا فيما بينهم في أمورهم، يتعاونوا في مصالحهم العاجلة والآجلة، يستفيد بعضهم من بعض، يوحدوا كلمتهم على طاعة الله عز وجل وتوحيده، كل هذه من منافع الحج، ولكن للأسف غفل عنها الناس فربما ما أتت بثمرتها. منها أيضا الدعوة إلى الله عز وجل وتوعية الحجيج، لأن هذا العدد لا يجتمع كما ذكرت لكم تقريبا إلا في هذا المكان، لذلك لو انتبه المسلمون، انتبه معي، لو انتبه المسلمون لهذا المعنى والله لغيرنا وجه العالم. يعني أنت في بلدك يأتيك 3 مليون كل سنة، وفي الغالب بتوع السنة دي غير السنة اللي بعدها غير السنة اللي بعدها، ده غير مواسم العمرة. يبقى أنا لو اهتميت بالثلاثة مليون دول هتبالك وأوصلت إلى قلوبهم وعقولهم العقيدة الصحيحة، هيطلعوا من عندي إيه؟ دعاء. ده أنا ممكن أعمل دورة سنوية كل سنة للحجاج سواء قبل الحج أو بعد الحج، الحجاج دول يتعلموا ويدرسوا عقيدة صحيحة ويتفقهوا في الدين ويتربوا على معاني الإسلام، وتوزع عليهم الكتب التي تحمل منهج السلف وعقيدة السلف. ده الناس حتى يقول لك كتاب ده أنا جايبه من مكة، من يبقى ليها قدر في القلب وليها مكانة، خصوصا الأجانب اللي عندهم المعاني ديت عظيمة في قلوبه، لدرجة بعضهم ربما يصلي في المسجد، مسجد عادي من مساجد مكة مش في الحرم، فبعد أن يصلي ويسلم أم يذهب فيقبل رأسه ويقبل يده يقول لك ده الشيخ من مكة. خد بالك تعظيم بطريقة عند العاجم مش موجود حتى عند كتير من الناس. أخدت بالك؟ فإحنا الناس دي نستغلها، الناس دي بتجيلناش إلا مرة في السنة، وطول السنة لو إحنا استغلينا الناس دي في التعليم والتثقيف والتوجيه والتربية على معاني الإسلام، كل سنة هنعمل إيه في العالم وهنعمل إيه في الناس؟ لو كل حاج ياخد له شنطة كتب وشنطة هدايا مش كتير والله، حتى يتعلم ويعلم غيره وينتشر الإسلام على مستوى العالم ويعني يعظم ويقوى أمر الدعوة إلى الله عز وجل. أعظم المنافع للحج تحقيق التوحيد ونبذ الشرك، ثم أعظم المنافع للحج تحقيق التوحيد ونبذ الشرك. جابر رضي الله عنه يصف حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. نفس المعنى اللي احنا سألناه من شوي، الرسول في الحجة دي كان بيعلم الناس ولا سيبهم كده؟
تعليم وتوجيه. يا جماعة والله إخواننا في المملكة أو في السعودية لو فعلا انتبهنا لهذا المعنى لحكم الإسلام العالم بدون سلاح وبدون قتال وبدون أي شيء. إن الناس اللي هتجيلك دي كل سنة تعلم العقيدة الصحيحة، تعلم أحكام الإسلام، تفهم كيف تعيش للإسلام، تفهم كيف تدعو إلى الله عز وجل، فينطلق هؤلاء إلى بلادهم بغير الوجه الذي أتوا به، فيمكن للإسلام وبهدوء وينقاد الناس للإسلام، تعلم كيف تدعو إلى الله، كيف تدعو أقوى يدعون أقوامهم الكفر إلى الله عز وجل. هذه من أعظم المنافع. ثم تحقيق التوحيد ونبذ الشرك هذا ظاهر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فأهل بالتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه تحتاج لتفصيل وتنبيه وتبيين وتوضيح، وهي معنى التلبية. وإذا كنا سنتكلم عن معنى التلبية فهذا سيجرنا للحديث عن المناسك وما وراء المناسك. ثم أخيرا من المقاصد التي نحققها والأهداف التي نريد أن نحصلها من الحج، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ينبغي أن تقدم ولكن بحسب ما قرأت من المؤلفات. محبة النبي وهي من أجل أعمال القلوب وأفضل شعب الإيمان، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تستوجب متابعته والتزام هديه وامتثال أمره ونهيه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام بمتابعته والتأسي به في الحج، فقال خذوا عني مناسككم، والتأسي يورث المودة وهو سبب لنيل المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولعلنا نشير إلى هذا إشارة عندما نتكلم عن زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الحج. ثم من المقاصد أيضا تعميق الأخوة الإيمانية والبراءة من المشركين، تعميق الأخوة الإيمانية والبراءة من المشركين. الحجيج يجتمعون من كل فج عميق على اختلاف بينهم في الألسنة والألوان والأوطان والأعراق، ولكن كل هؤلاء يجتمع في مكان واحد وزمن واحد بمظهر واحد وهتاف واحد لهدف واحد. ده يعلمنا إيه؟ نحن أمة واحدة. يبقى إزاي تقول لك المسلم أخو النصراني ولا أخو اليهودي؟ المسلم أخو المسلم. وبدأ بيننا وبينكم بين المؤمنين والكفار العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الدعوات الباطلة التي تريد إلغاء عقيدة الولاء والبراء ينبغي أن نكون لها بالمرصاد. أخ بيقول لي في كتاب أولى ابتدائي يعلمون الأطفال الفاتحة، في آخر الفاتحة غير مغضوب عليهم وإيه ولا الضالين، مغضوب عليهم مين؟ اليهود والضالون. مين اللي عرفنا؟ النبي قال كده، قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. في كتاب بقى الوزارة عملوا ايه؟ قال لك المغضوب عليهم اليهود، طب الضالون يكتبوا ايه؟ هيكتبوا في بلد فيها وحدة وطنية يكتبوا النصارى؟ قال لك الكفار. شايفين التحريف؟ يعني الدين يحرف تحت عينينا وبين ايدينا، وللأسف كتير مننا بيسكت. احنا المفروض نرفع محاضر ونرفع شكاوى على التحريف ده. امبارح كنت ببص في كتب ابني بتاعت الانجليزي كلها او معظمها صور بنات عاريه. ليه؟ هو الانجليزي مش هيتعلم الا بصور البنات العريانه، وما اقتصروش على صور بنات، بقوا يجيبوا صور كبار بقى دلوقتي نساء عراي والعياذ بالله. ايه يا جماعه ده؟ ايه التخلف اللي احنا فيه ده؟ يعني هي الامه ما بتتعلمش من اللي بيحصل لها من الابتلاءات ومن الهزايم ومن الذله اللي احنا فيها؟ ما ده بسبب اننا اتخذنا ديننا هزوة، اننا نحارب الله عز وجل. في كتاب تاني اعداد بتاع العربي لا فرق بين المسلم والمسيح. ازاي ده فرق؟ اما القران ده بيخدعنا لما يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين، ويقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. العقيده دي بتتلاشى بتدوب في قلوب كتير من الناس. احنا ينبغي ان ننتبه لهذا المعنى من اجتماعنا في الحج. خدت بالك؟ اختلاف ألسنة، اختلاف ألوان، اختلاف أوطان، اختلاف أعراق، لكن كل يجتمع في مكان واحد في زمان واحد بمظهر واحد هتاف واحد لهدف واحد. يبقى ده مش يفهمنا ان احنا أمة واحدة ومن سوانا فليس منا. أمة واحدة ومن سوانا فليس منا، إنما وليكم الله ورسوله وإيه؟ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون. يبقى اللي بيصلي وبيصوم وبيحج هو ده المسلم اللي هو يبقى والي ليك.
مش يقول لك ما هو النبي استقبل النصارى في الجامع وجاء وقت الصلاة فهم صلوا في الجامع والرسول صلى معاهم، يعني دول صلوا على جنب والرسول صلى، أخذ بالك؟ يقول لك طالما أنت نصراني سليم وده مسلم سليم ما فيش فرق. شايفين التضليل اللي يبث على الناس؟ سموم والله والعياذ بالله تعالى. يبقى نتعلم أخي الحاج تعميق هذه العقيدة، ترجع إن شاء الله إلى بلدك تدرس معاني العقيدة وتهتم بمعاني العقيدة وخاصة معاني الولاء والبراء. يقول أنس بن النضر لما رأى الهزيمة في أحد قال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء لهم أصحابه الصحابة وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء لهم الكفار. شوف مع الصحابة قال أعتذر ومع الكفار قال إيه؟ أبرأ، لأن المسلم يبرأ من الكافر. وفي الحج أنواع من صور الولاء للمؤمنين، بتعليم الجاهل أو هداية تائه أو إطعام جائع أو إرواء عطشان أو مساعدة ملهوف أو إغاثة لهفان. أنت ترى على عرفات مثلا وفي منى سيارات عظيمة تريلات توزع على الناس أطعمة وأشربة وعصائر ومياه، هذا من المعاني العظيمة الجميلة من معاني الولاء أيضا في الحج. وفي المقابل جاءت شعائر الحج مخالفة وفيها مخالفة للمشركين، إذ لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد خلافا لمين؟ للمشركين، لما كانوا يوصلوا في التلبية يقولوا إيه؟ لا شريك لك إلا إيه؟ شريكا هو لك تملكه وما إيه؟ وما ملك. النبي لا وقف هنا، قال لبيك اللهم لبيك، انتهى وخالف المشركين. وأيضا فيه مخالفة للمشركين، مخالفة لهم إذ أفاض من عرفات مخالفا لقريش حيث كانوا يفيضون من طرف الحرم، من طرف الحرم، لأنه ما كانوش إيه يقول لك يعني إحنا أهل الحرم نطلع من الحرم ليه؟ فكانوا يفضلوا في الحرم وأول ما إيه ينتهي اليوم يفيضون. الرسول لا خرج خارج الحرم مخالفا للمشركين، كما أفاض من عرفات بعد غروب الشمس مخالفا أيضا لهم، كانوا يدفعون قبل غروب الشمس، ودفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس وكانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس. في إيه يا جماعة؟ ملاحظين المخالفة للمشركين كيف هي واضحة في الحج؟ فإذا كنت تحج وأنت لا تفهم هذا فكيف ستتضح في قلبك عقيدة الولاء والبراء؟ كيف ستنمو في قلبك عقيدة الإيمان والولاء لله وللمؤمنين والتبرؤ من الكفار؟ عشان كده مش هيستوي أبدا إنسان رايح يحج وهو فاهم كده مع واحد رايح ما هوش فاهم حاجة. ليه بنقعد لعرفة لحد غروب الشمس؟ مش فاهم. طب ليه ندفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس؟ ما هوش فاهم. طب ليه كذا ليه كذا؟ ما هوش فاهم. لكن اللي رايح يحج وفاهم إن ده من مقاصد الحج لعله إن شاء الله يعود فينمي هذه المعاني في قلبه فينصلح قلبه وينصلح سلوكه وفعله بإذن الله تعالى. وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيضا عوائد الجاهلية ورسومها، كما قال كل شيء من أمر الجاهلية تحت إيه؟ تحت قدمي موضوع، كما رواه مسلم، كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وأبطل الربا وبدأ بربا الإيه؟ الفضل. هات بالك دلوقتي الناس حطوا أمر الجاهلية فوق رأسه، الرسول قال تحت قدمية وهم دلوقتي حطوه فوق راسه، فريق يغلب فريق يقاتلوا بعض، ازاي يحصل كده؟ معاني بقى ولاء وبراء طبقوها على الكور والعياذ بالله تعالى. معاني دي كلها محتاجة اللي احنا نوضحها يا جماعة للناس من مقاصد الحج. أخيرا، الحج تحقيق أو تربية على الأخلاق الطيبة الحسنة والعادات الجميلة، من ذلك العفة والبعد عن الخنا. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا إيه رفث ولا فسوق ولا جدال. يبقى أول ما يسافر لحد ما يرجع هو عمال يراقب نفسه، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ما فيش كلام على الجماع، كلام على النساء حتى ولو كان لزوجته، ولا فسوق اجتناب للمعاصي الصغيرة والكبيرة، ولا جدال. لدرجة أن الشيخ أحمد حطيبة راكبوا في بعض المرات سيارة، قالوا للسواق كم؟ قال لهم كذا. انتوا عارفين هناك استغلال، يعني المسافة بتركبها بريالين تيجي في الحج بمئة ريال، خدت بالك؟ فخلاص اتفقوا ماشي ماشي. فهم ماشيين واحد من اللي قال له يا حج انت ليه بتشدد علينا ولا كذا، فالشيخ احمد قال له لا جدال في الحج، انت خلاص مش اتفقت ورضيت خلاص اركب لا جدال. شوف استحضار المعاني دي بقى، يروح واحد من الحجاج يشتري بكم دي يا اخويا، يقول له مثلا بخمسة، يقول له لا مش بثلاثة مش بكذا، ويقعد ايه وهو ناسي انه لا جدال في الايه. طبعا بعض المعاني لا تدخل تحت هذه الآية، المعاني الاستوانة وذلك، لكن هو يريد فعل الأحسن والأكمل، عايز يقطع الباب ده تماما. الجدال بقى اللي هم فسروا العلماء مماراة الصاحب حتى يغضبه،
خدت بالك؟ طب هنيجي كذا، يقول له لا نيجي كذا يا عم كذا، ويقعدوا يماروا في بعض لحد ما يغضبوا من بعض، يبقى كده وقع في الجدال. يضيع على نفسك الحج المبرور ليه؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يبقى اكنها دوره تاديبيه للتربيه على الاخلاق الحسنه، على العفه والبعد عن ما سوى ذلك. اثنين، كظم الغيظ وترك الجدال والمخاصمه. قال تعالى لا جدال في الحج، والجدال كما قال ابن عباس ان تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك، والمنهي عنه هو النزاع والمخاصمه في غير فائده شرعيه، بخلاف ان واحد بيعلم واحد حاجه. خدت بالك؟ يعني في ناس بتعمل مخالفات كتير في الحج، انت هتعلمه هيقول لك لا ده غلط، مش هقول له جزاك الله خيرا وايه، مش هنقعد بقى ايه، هو مش عايز يفهم، في ناس كده. لكن المراد بالجدال وتفسير الجدال كما قال ابن عباس ان تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك، لكن ما كان من ترك الامور في البيع والشراء وذلك كما ذكرت المثال لعله من باب تحسين الحج. ايضا الرفق واللين والسكينه، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع زاجرا شديدا وضربا وصوتا للابل في الدفع من مزدلفه قال ايها الناس عليكم بالسكينه، عليكم بالسكينه، فان البر ليس بالايضاع. الإيضاع يعني الإسراع. أيضا الشعور بالجماعة، فيتعلم المسلم من الحج الإيثار، يتجرد من الأنانية ومحبة النفس، يندمج مع إخوانه الحجيج في اللباس والهتاف والتنقل والعمل والتآزر إلى غير ذلك. أيضا التربية على تحمل تبعة الخطأ، تحمل تبعة الخطأ، وده يظهر فين؟ ها؟ تحمل تبعة الخطأ في أمر الفدية، اللي يرتكب محظور محظورات الإحرام يبقى عليه إيه؟ فدية حددها الشرع. خدت بالك؟ وهذا أو يخل بواجب من واجبات الحج، هذا يربي على تحمل تبعة الخطأ. أيضا التربية على التواضع، إذ يتساوى المسلمون وتزول آثار التمييز أو التميز المادي بينهم. ما تقول ليش ده بقى من الخليج وده من مش عارف مين، كولالمبور، كله إيه؟ كل واحد. وقد كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيها الناس إيه؟ إن ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بإيه؟ بالتقوى. والحديث صححه الألباني. أيضا التربية على الصبر بأنواعه، حيث يلجم العبد نفسه عن الشهوات، ده صبر عن إيه؟ عن المعصية والمخالفات، ويعرضها للضنك والتعب في سبيل الله عز وجل امتثالا لأمره، بدا صبر على العبادة على الطاعة، فيكون ذلك دافعا إلى ترك المعاصي وامتثال الطاعات وتحمل الأذى في سبيل ذلك بعد الحج بإذن الله تعالى. ويصبر أيضا على إخوانه، ده دفعه، ده زقه، ده خد مكانه، كل هذا يتعلمه في الحج. أيضا البذل والعطاء والسخاء، وهذا واضح في تحمل نفقات الحج والإحسان إلى المنقطعين غير الواجدين. أيضا التعود على النظام والانضباط. لو تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج ايه؟ جهاد. وتلاحظ معاني الجهاد موجوده فيه، اللبس الواحد للعساكر، اخد بالك، الهتاف الواحد، الانضباط، الترتيب، النظام، فلعله يعني تربيه لنا على النظام والانضباط. ففي الحج قيود وحدود والتزامات لا يجوز للحج الإخلال بها، فيتعود المحافظة على النظام وتربيه على الانضباط. وفي الحج منافع دنيوية وأخروية أخرى فردية وجماعية تجل عن الحصر، يدل عليها تكثير المنافع وإبهامها في قوله تعالى ليشهدوا منافع. نكر ولا معرفة؟ منافع. ليه؟ للتكثير. منافع كثيرة، يعني نحن اجتهدنا في هذا اللقاء أن نوقفك أخي الحاج على ما يعينك على تصحيح النية وما يعينك على تحديد الهدف، حتى نحصل من الحج ثمرته، وحتى نصل إلى الهدف المرجو بإذن الله تعالى بأقصر طريق. وهذه المحاضرة وهذا الدرس من أهم الدروس التي ينبغي على الحجيج أن ينتبهوا لها ولمعانيها، وأن يكرروها مرة بعد مرة حتى يستحضروا هذه المقاصد وتلك الأهداف، فيسهل عليهم الوصول إليها وتحقيقها بإذن الله عز وجل. وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ مع الحاج عند
تفكيره في الحج وهو في بيته، إذ تشوق قلبه للحج بهذه المحاضرات وحاول أن يحصل هذه المقاصد، فسيبدأ يفكر في الحج، فماذا سيفعل وما هي الخطوات التي ينبغي عليه أن يأخذ بها؟ هذا ما سنذكره في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.